من جديد. ودائما كسائر المناسبات وكسائر الاعياد كاين استعدادات, كاين شويه كنحضر شويه ديال الوقت, واخا واحد الاستعدادات مكثفه شويه ماشي كالعاده, ولكن ولا بدا من كيف كيقولوا كيف لا بدا من البارو ولا بدا. الحمد لله كيف كتشوف انواع كثيره ما شاء الله, وخصنا ضروري ننوعوا ضروري نجدوا بالنسبه للزبائن باش يلقاو اصلا لو شوا, لان لو كليون اللي كيدخل كيخصو اولا يلقى الجديد وكيخصو يلقى لو شوا في لي برودوي. دونك كيف كتشوف كيف ابار لي غاتو لي زونترمي ولي لي بوش اللي هما صراحه بديناهم شويه هذا العام قبل, دابا لاحظت السنه اللي فاتت درت واحد التجربه صغيره والحمد لله تمشات, يعني درت لي بوش كان جوغ افون لا فان داني ودي بتيت بوشات صغيرين, وكانت فكره زوينه وناجحه لان تمشات صانو صابيرمي باش نروجو شويه ميم افون لا بيريود اللي هي لا دات لي بريفو. درنا دي بتيت بوشات دونك تمشاو وبغاهم الناس. اون بليس دو سا خلك سي اون تري بون ايدي لان كندوقو ان بو لي parfum un peu partout باش خير ان شاء الله نهار لو 31 يكون ديسيدي عارف راسهم شنو باغيين يشريو. دونك مزيانه ليا بوكوا با. الوغ دونك هادشي في هاد لا بيريود اللي بدينا واحد 15 من قبل. دابا بالنسبه لا فان داني كيف كتلاحظ وجدنا ابار لي غاتو اي لي زونترمي اي لي بوش وجدنا لي دي بلاطو, كاين دي بلاطو دو بريستيج, كاين دي بلاطو ديال سابلي, كاين دي بلاطو سواري, ميز ابار لو سوكري وجدنا aussi les salés لان باش ملي يدخل الزبون يلقى لي سالي ويلقى لو سوكري. وحاجه واحده اخرى اللي كان اللي بغيت نشير ليها هي انني حاولت ما امكن فو كاين مشكل ديال التكلفه ومشكله ديال واحد شويه الازمه اللي مع الاسف بدات مع جائحه كورونا وغادا غادا كتزاد, وهذا العام زاد مشكل اكبر اللي هو مشكل الاسعار, غلاء الاسعار اللي اثر نو سولمون على المستهلك حتى على المنتج. مثلا حنا بالنسبه لنا ولات التكلفه كطيح شويه غاليه, نمشيو غير لواحد المثال بسيط, البيض مثلا اللي هو ماده اساسيه بالنسبه لنا تزاد هذا العام بواحد الطريقه اللي قهرنا بهذا لو تيرم, تقهرنا بحيث ان البيض الزينين وحنا سناخذوه انا في هذه الحرفه وحنا كناخذوه ب 70 80 فرنك دابا ما بقاش بغاها على درهم ونص. سو كي في كو انا ولات كتزاد عليا التكلفه, ولكن المشكل الكبير في هذا هو انني ما قدرتش نزيد هذا العام نهائيا, ما كاينش زياده في الاسعار. علاش؟ لان ديجا انت كتلاحظي بان كيف قلت كيف كاين غلاء الاسعار الاستهلاك نقص شويه, الله يكون في العوان, لان كتبقى الحلوى ماده اساسيه ماشي ماده ضروريه. دونك الناس مساكنها بقاتلين مع الخضره واللحم والمسائل اللي ضروريات. سو كيفي كيوصلوا حلوه اللي ما قدش مسكين كيرجع اللور والله يكون في العوان. دونك باش نحاول انا نخلي الناس كلها تتقدى هذا العام, حاولت نركز على انني ندير مستويات يعني نوع حتى في الاسعار, بحيث ان اللي عنده لان انا الناس اللي كيجيو عندي كاين شرائح متنوعه, يعني كاين ميسوري الحال, كاين ذوي الدخل المتوسط, ذوي الدخل المحدود, وانا بغيت اي واحد يدخل المحل ديالي يقدر يشري. يعني هذاك اللي عنده شويه ديال الفلوس غادي ياخذ اون بوش على حسب الجيب ديالو. باش كنديرها كنحاول ندير لو غاتو بمواد اوليه بسيطه جدا باش انا كطيح عليا شويه خفيفه, وحتى اللي كيجي يشري كيشري كيلقى باش يشري. وفي نفس الوقت كاين اسعار اللي طالعه شويه على حسب شنو كاين لو كونتوني اللي لداخل, يعني كتلقى غاتو كيختلف غاتو, اذا كنديروا احجام مختلفه واسعار اذا مختلفه باش كل شيء الحمد لله ان شاء الله يتقدى. اذا باش نختم هذا الحوار شنو غنقول؟ كيبقى ان ولو كاين الازمه, ولو كاين هذا غلاء اسعار, ولو كل كيمشي على قد جهده, وتنقولوا الحمد لله على كل حال, حيتاش كيف ما كان الحال ملي كتكون الجوده وكيكون الانسان كيتقى الله في ذاك الزبون اللي كيشري عنده وما كيغش وكتكون شويه القناعه, فوالله ما كتخيب الحمد لله, ضروري ربي كيطرح البركه. يعني ما بقاش ذاك الارباح كيف كانت قبل, ولكن بداك الشيء اللي كاين كنقولوا الحمد لله, نتمنى ربي يطرح البركه. وباش نختم هذا الحوار فكنقول للناس كلهم كنتمنى لهم سنه سعيده بالصحه والسلامه والعافيه وزياده الرزق, وخصوصا مزيد من السماء السلام والامان, هذا هو المهم من هادشي كلشي. وشكرا لك.